إسرافيل وعزرائيل الله يباهي بالسيدة خديجة سلام الله عليها، واتفق المؤرخون على أنها كانت خير نساء قريش قبل الإسلام، وأنها أحسنهن جمالاً وأكثرهن مالاً وأقواهن عقلاً، يعني حازت على الكمالات الروحية والدنيوية والأخروية سلام الله عليها. يعني هي من ناحية السيادة هي سيدة، ومن ناحية الجمال هي الأجمل، ومن ناحية المال هي الأكثر مالاً، ومن ناحية العقل هي الأوفر عقلاً سلام الله عليها. وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصيانتها سلام الله عليها. وتشرف اليوم العاشر من شهر ربيع الأول بزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله من السيدة خديجة، بعدما ذاع صيته صلى الله عليه وآله بأنه الصادق الأمين، انتشر بين الناس إن رسول الله الصادق الأمين. فبعثت السيدة خديجة إلى رسول الله ليتاجر بأموالها، يشتغل معها في التجارة، يكون شريك معها في التجارة سلام الله عليها. فقدم من طبعا كانت هي من أثرى أثرياء قريش، فتقدم من تقدم لخطبتها، ولكن لم تلتفت إليهم. ليش؟ لعلمها بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وبجماله وبسيرته وأخلاقه، كانت تنظر أو تنتظر رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعثت لتاجر بأموالها سلام الله عليها. فذهب الرسول صلى الله عليه وآله ومعه خادمها ميسرة إلى التجارة، إلى هذه الرحلة. ففي الطريق ميسرة رأى الكرامات الكثيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هذه الكرامات التي رآها ميسرة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تظلله غمامة، يعني في وقت شديد الحرارة الناس تصبب عرق ورسول الله تظلله غمامة. ومن كراماته صلى الله عليه وآله أنه ما مر أو ما جلس على طريق يابس أو على مكان يابس إلا واخضر، ومن كراماته انصياع الموجودات له. صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما انقضت هذه الرحلة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله، ورجع معه ميسرة، فذهب ميسرة خادمها إلى خديجة سلام الله عليها وأخبرها بما رأى من هذه الكرامات. فسرت خديجة وازداد حبها وتعلقها برسول الله صلى الله عليه وآله، فعرضت نفسها على رسول الله بأن يتزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وآله. فتقدم أبو طالب وقام في الناس خطيباً بعدما أثنى على رسول الله وقال شيئاً من صفاته وأسمائه وأخلاقه. فقدم النبي صلى الله عليه وآله 400 درهم، هذا مهر للسيدة خديجة سلام الله عليها. فبعد ذلك بعدما وكان لها سيدة خديجة من العمر 25 عاما على اختلاف الروايات، ولم يتقدم إليها أحد، مثل ما يقولوا أنه كان يعني كانت متزوجة، ما كانت متزوجة سيدة خديجة سلام الله عليها كما اتفق مجموعة من علمائنا. فزفت في مثل تلك الليلة السيدة خديجة إلى دار رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت دار رسول الله نيرة بنور رسول الله. وحينما دخلت خديجة إلى الدار استفاضت من ذلك النور وازدادت نوراً على نور، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله حباً شديداً، كان يحن إليها وهي في المدينة المنورة، كانت سكن وألفة روحية له، يعني من بين زوجاته.
يتذكر ويحن ويأنس بذكرياته مع خديجة. الله أكبر، لاحظوا يعني سيد الكائنات وأشرف الموجودات يحن ويأنس ويتذكر ذكرياته مع خديجة سلام الله عليها، وهذا دليل على عظمتها سلام الله عليها. إنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وآله إلى نفسه الشريفة، فقد ورد عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج إلا من البيت إلا ويتذكر خديجة سلام الله عليها، فيحسن الثناء عليها، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها إني رزقت حبها، وقال أيضا أحب من يحب خديجة. شوفوا لاحظوا يعني من الأرزاق المعنوية التي إذا نال بها أو حصل عليها الإنسان المؤمن لنال أو حظي بعناية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه من الأرزاق المعنوية والكمالات المعنوية بأن الإنسان يرزق حب خديجة سلام الله عليها. ممكن الإنسان يعني كل يوم يواظب على زيارتها لكي يزداد لها حبا، في زيارة قصيرة في الإنترنت موجودة قصيرة أسطر لا تتعدى الأسطر، لكن حلها قيمة معنوية جدا عالية إذا الإنسان المؤمن واظب عليها، يهدي إليها ثواب الأعمال مثلا لكي يزداد لها حبا ويهتم له رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا يسوي إطعام على شرف السيدة خديجة، عندك الضيوف يجوا في البيت تسوي لهم إطعام على شرف السيدة خديجة، تهدي ثواب هذا العمل إلى السيدة خديجة سلام الله عليها، أو رحت أنت وعائلتك يوم الأيام تتمشوا رحتوا مطعم كذي تهدوا ثواب هذا العمل على أو ذلك الإطعام على شرف السيدة خديجة سلام الله عليها، وتخلي الأولاد دائما يتربوا على هذا المحبة والتعلق والارتباط الروحي بالسيدة خديجة سلام الله عليها، بأن يعني يقرأ الفاتحة ويهدوا ثواب هذه الفاتحة إلى السيدة خديجة. هذا واحد من مظاهر التعلق والارتباط. في رواية من الروايات اللي أنا قريتها بأنه صلى الله عليه وآله طبعا يهتم بمن كان له علاقة بالسيدة خديجة، فقد ورد أن عجوزا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فألطفها. شوفوا لاحظوا رسول الله اهتم لهذه العجوز، يعني اهتم فيها وأكرمها لما دخلت البيت. فلما خرجت سألته عائشة من هذه، استغربت يعني هذا الاهتمام الزايد ليش، فأجاب صلى الله عليه وآله إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، كان عندها ارتباط مع السيدة خديجة، تزور السيدة خديجة، تحب السيدة خديجة، فألطفها تقول الرواية، اهتم بها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا جاري في كل زمان في كل مكان، إلا يهتم ويتعلق ويرتبط بالسيدة خديجة رسول الله يهتم فيه، وهنالك عناية خاصة من قبل رسول الله الذي يرتبط بالسيدة خديجة سلام الله عليها. أنقل لكم كرامة واختم، ينقلها الشيخ سعيد المعاتيق، أنا سامع عنها يعني بنفسي من عنده، موجودة حتى في اليوتيوب. يقول الشيخ كان أيام ليالي السيدة خديجة في شهر رمضان المبارك وكان يقرأ مجالس، يقول وراء المجلس بعد ما انتهى المجلس هو طالع جاء اتصال من البيت بأن ألحق على بنتك سكر عليها الباب أغلق عليها الباب فقطع العظم والشريان وبقي الجلد، وطبعا الدماء ما شاء الله. أخو الشيخ وصل البنت إلى المستشفى بالإسعاف، فهو التحق بيهم، طبعا الأم ما قدرت تروح لأن من الدماء اللي شافتها على البنت. عموما لما وصل المستشفى الطبيب مصري واستشاري كبير ومعروف قال هذه لابد تقطع، تبتر هذه الإصبع تبتر، يعني تبتر، والسبب لأنه يقول إذا خليناها راح تسبب ضرر البنت وتسود، يعني الإصبع هذه راح يسود فلازم يبتر. بعد نقاش وحوار وكذا وصلوا إلى نتيجة بأن يعملوا عملية للبنت. طبعا الشيخ توجه إلى السيدة خديجة سلام الله عليها باعتبار أنه خارج من المجلس ولا إلى السيدة خديجة سلام الله عليها، قالها يا سيدتي يا مولاتي أنا أريد تعطيني كرامة أسولف بيها على منبر سيد الشهداء سلام الله عليه، وإذا صارت لأي معضلة أو أي بلية أو أي شيء ما أتوجه إلى ولي من الأولياء إلا أولاً وأتوجه بيش أتوسل بيك يا سيدتي مولاتي. يقول اليوم الثاني
رفعوا البنج والضمادات وبدت البنت تحرك اصابعها وتحرك ايدينها. فتعجب هذا الطبيب الاستشاري فقال، هو طبعا البنت عمرها تقريبا 5 سنوات، اسمها دعاء، ابو دعاء تعال. قالت مش، يقول مش معقول يعني، هذه انا ما معطنك 1% اساسا، وانسان متخصص يقول 1% ما معطنك، فشو اللي حصل، شو اللي جرى بحيث ان هذه تحرك اصابعها ولكن فيها شيء؟ وببركات السيده خديجه سلام الله عليها اصبح هذا الاصبع معافى مشافى ببركه الصلاه على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا نطيل عليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وعقولنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، وأن لا يفرق بيننا وبين السيدة خديجة طرفة عينا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، بارك الله فيكم.